النهارده زي ما انتم عارفين نادي الزمالك كان على موعد مع مباراه اعتقد ان هي من اهم الماتشات اللي كانت للنادي في الفتره الاخيره وفي البطوله العربيه، المباراه طبعا امام نادي النصر واللي انتهت بالتعادل بين الفريقين. رونالدو طبعا يعني هو اللي قدر يحرز التعادل لنادي النصر، امال مين يعني اللي هيحرز اكيد، وطبعا بعد ما احمد سيد زيزو قدر كمان يتقدم للزمالك بضربة جزاء، وطبعا ده لكن رغم ده كان خروج الزمالك من البطولة، والزمالك بشكل عام كان كويس وقدر يعني يحرج فريق النصر بكل أبطاله العالميين ويتقدم عليه في ملعبه وسط جمهوره. خلينا أنا عارفة أن كل جمهور الزمالك وطبعا في مصر الناس بتتابع يعني نادي الزمالك اسم كبير، فأعتقد الناس تحب قوي أن الزمالك كان يتقدم أكيد أكتر من كده، سواء كنا زملكاوية أو أهلاوية بيلعب باسم مصر. فخلينا ناخد كده تفاصيل وكواليس مختلفة مع الناقد الرياضي محمد مطوع من السعودية. يعني كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا استاذ شبكي، ومساء الخير على كل متابعين حضرتك. طبعا انا عارفه انه كنا نتمنى ان الزمالك يفضل موجود في هذه البطوله، لكن مباراه النهارده الحقيقه كانت مباراه هل تحسب للزمالك؟ بص يا فندم، هو طبعا قبل اي شيء الحمد لله يعني هو لم يكن في الامكان افضل من مكان، يعني ما كانش في حاجه يقدر يعملها لعيب الزمالك ومسؤوليه وجهازه الفني افضل مما قدم في البطوله العربيه في نسختها الحاليه، بشهاده الجميع ان الزمالك من افضل الفرق اللي قدمت مباريات جيده رغم النقص الكبير في السكواد قائمه الفريق، الغيابات الكثيره حتى العناصر اللي موجوده الغايبه زي مصطفى شلبي زي يوسف اوباما اللي انضم للفريق، فكل الامور دي يعني كانت عنصر مؤثر، ولكن الزمالك قدر يعني في مواجهه نجوم عالميين سواء في ماتش الشباب بليجا وشرقاء او في ماتش النصر النهارده حضرتك بتتكلمي في مليارات بتلعب في ارض الملعب وليست ملايين، كريستيانو رونالدو 200 مليون دولار، بتتكلمي في بروزوفيتش من انتر ميلان الايطالي، بوبانا، تاليسكا، اليكس تيليس من مانشستر يونايتد، بتتكلمي في اسماء وسكواد رهيب. الكل كان بيتكلم النهارده حتى جمهور النصر السعودي نفسه يا فندم بيتكلم ان الزمالك النهارده هيخرج باقل نتيجه 3-0 حتى على مستوى الوفد الاعلامي السعودي، زمايلنا اللي معانا في فندق الاقامه من الاعلاميين بيتكلموا في الكلام ده، لكن ليس يعني اقل بالنسبه لي اللي اقدر اقوله لحضرتك من اللي قاله كريستيانو رونالدو نفسه، واحد من اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ كره القدم، واخد خمسه بالندوق، افضل لاعب في العالم 5 مرات، قال لك واجهنا فريق صعب وفريق منظم والفريق ارهقنا، وبعد المباراه وبعد ما راح غير التيشيرت مع شيكابالا اتكلم مع لعيبه الزمالك اللي كانوا على دكه البدلاء واثنى على المستوى المميز اللي قدموه، ويعني واتكلم معاهم ان هم عملوا مباراه كبيره. نفس الكلام قاله البرتغالي مستر كاسترو المدير الفني لفريق النصر، قال لك احنا واجهنا صعوبات كبيره في المباراه، لم نكن نتوقع ان الزمالك هيبقى بالشكل ده، كنا متوقعين المباراه تبقى قويه ولكن لا تصل الى هذه الصعوبه، واجهنا صعوبه ان احنا نوصل بالمهاجمين، ولكن طبعا قيمه لما يكون معاك لعيب بحجم رونالدو من نص فرصه في اي طبعًا وقت يقدر يخلص الماتش، هو ده اللي حصل النهارده يعني. اكيد. طيب كابتن محمد، لما نحط جول قدام جول ونقول رونالدو قدام زيزو في التعادل، تمام، يعني ممكن نشوف ايه؟ لا، ما هو التعادل لم يكن يغني الزمالك بشكل علمي، الزمالك كان في حق التعادل كان ينفعه في حاله واحده فقط، لو الشباب السعودي كان تلقى الهزيمه من اتحاد المونستير التونسي، ولكن للاسف هو الشباب السعودي فاز برضه في النهارده بضربه جزاء مقرره عشان ياخد يوصل للنقطه السابعه ويصعد كاول مجموعه ويترك النصر والزمالك في صراع البطاقه الثانيه اللي قدر يخطفها النصر بالتعادل، لان النصر بالتعادل بتاعه وصل ل5 نقاط، بينما الزمالك توقف رشيده بالتعادل عند 4 نقاط، فيعني هدف زيزو لم يكن كافيا رغم ما قدمه الزمالك على مدار اللقاء يعني. طيب انا امامي الان على الشاشه الصوره بتحكي كواليس كتير، شيكابالا ورونالدو وفي حوار وفي تبادل للتيشيرتات ما بينهم، فايه الكواليس يعني ما استاذنك يا عمر نرجع للصوره تاني، ايه الكواليس اللي ما بين رونالدو وشيكابالا دي بتاعت التيشيرت؟ طيب ولا قبلها كان في حوار؟ اتفضل. رغم الحراسه الكبيره اللي مفروضه على كريستيانو رونالدو يعني داشين معاه استبدال الصعوبات احنا كاعلاميين نقف نتكلم معاه وكده، ولكن هذا الشخص الواحد من افضل لاعبي العالم لم يكن الافضل
يمتلك تواضع غير طبيعي في شكله، وان لو طفل صغير وقفه بيقعد يتكلم معاه كل يسر. حتى هو كان موجود على فكره في الفندق بتاع نفس فندق نادي الزمالك، يعني المجموعه اللي فيها اتحاد المانشستير والشباب والزمالك والنصر، كنا كلنا في فندق واحد. كان حاله من الترحاب مع كل لاعبي الزمالك طول الوقت، حتى اوقات صف الصيد وطالعين هو طالع من الجيم لان ليهم توقيت معين، يكون لاعبي الزمالك داخلين الجيم بتكون في حاله من يعني هو عنده سلام نفسي مع الناس، يهزر يتكلم بيتعامل ان دول يعني انا رونالدو ولكن دول لاعبين زملاء ملعب، فبيكون لهم كل التقدير والاحترام. لا طبعا اكيد لعيب زملاء ملعب وهو اكيد عارف وعنده خبر كبير من هو فريق الزمالك في مصر يعني بالزبط. اكيد يعني الصوره كمان هو اثنى على شيكا واثنى على اداء الفريق واتكلم معاه زي ما قلت لحضرتك، قال ان شيكا وقال الناس كانوا زملاء للاعبين اللي كانوا موجودين على الدكه في حاله فوزي بعد المباراه ان هم قدموا مباراه كويسه ومش لازم يكونوا في حاله فوز بسبب الخروج، ولكنهم يعني قدموا مباراه من افضل الفرق اللي واجهوها في الفتره الاخيره. فدي اعتقد في حد ذاتها هي شهاده نجاح، ليست شهاده نجاح للزمالك، الزمالك لا ينجح الا بالحصول على البطولات والتاهل في المباريات، ولكن في طريق اعاده الزمالك المسار الصحيح واعاده الوضع كما كان. اعتقد يعني الامر كان رائع. خليني عايز اشكر من خلال حضرتك بس شفتي جمهور الزمالك طبعا، جمهور الزمالك فندم قدم ملحمه على مدار الثلاث مباريات سواء بالحضور باللفتات الرائعه بالتواجد امبارح معانا في المران النهائي وحاله الشغف اللي عملها المباراه طبعا، وكلها كان عامل لهم بهجه طبعا. كان ختام النهارده فندم بلافته معبره عن كل ما يدور داخل نادي الزمالك وما يحدث، وكانت وهي اشتدت المحن ولكن كالوتد ودي حكايتنا، يعني مهما اشتدت المحن احنا جمهور الزمالك كالوتد مع الفريق، وهي دي القصه ودي الحكايه بالنسبه لجمهور ده. فيعني حابب من خلال حضرتك نوجه لهم الشكر على المجهود اللي خططوهم وقتهم واشغالهم. أكيد هيوصل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد مطوع من السعودية، وأكيد بشكر طبعا جمهور الزمالك وفريق الزمالك، وإن شاء الله القادم يكون أفضل لنادي الزمالك، نادي من أهم الأندية كرة القدم في مصر، نادي عريق، مدرسة كبيرة يا زمالك، يا مدرسة لعبة وفن وهندسة، يعني دي من الحاجات اللي مش ممكن أبدا ننساها. إلى الأمام بإذن الله.